هل ثواب تلاوة القرآن الكريم من الهاتف تعادل القراءة من المصحف؟ فضل الله تعالى واسع، وهذه قراءة وهذه نسخة إلكترونية. إذا كانت نسخة المصحف بالرسم العثماني وبإملاء المصحف الشريف فلا يضير، إن كانت على الرقاع والجلود والعظام أو على جريد النخل أو على الأوراق أو على صفحات إلكترونية، وقد يأتي مستقبلا مجرد نظارات تلبسها وتقرأ هكذا في العالم الافتراضي تقرأ المصحف، فالحاصل أن هذه قراءة للمصحف، ف يعني لا وجه للقول بأنها تختلف عن أجر قراءة المصحف الورقي، والله تعالى أعلم. وفضل الله واسع كما تفضل. فضل الله واسع عظيم.